Yeah.
Rejoice over the broken Musa. So, how about the broken
رغم المعنى ما يناله الإنسان من الفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الإمام البخاري في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو هي في قصة أبي لهب الذي لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام فرح به فرحة طبيعية، ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام أتت اليائس وهي لا سلمية وأخبرت أبو جهل أبو لهب بأن الله أو بأن أخبر عبد الله قد رزق ولده فرح فرحة طبيعية وهي فرحة الابن أو أقصد العم ابن أخيه. وكان من نتائج هذه الفرحة الطبيعية أن أعلى رجالي وأضعنا في طاعته فكانت دون المرضعات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة السعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام Thank you.
السماء
Fire of fire is actually
Bye.